في الأروقة الجانبية لهذا المحفل الدولي تكمن الحقائق المؤلمة عن أوضاع حقوق الإنسان في اليمن. فعلى هامش الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان تعقد سلسلة من الندوات وورش العمل التي ينظمها ناشطون وائتلافات يمنية وأخرى تنظمها جهات حكومية للكشف عن الجانب الأسوأ في الأزمة والحرب اللذين يعصفان باليمن. إحدى أهم هذه الفعاليات الندوة التي نظمتها وزارة الإعلام بالتعاون مع نقابة الصحفيين اليمنيين والاتحاد الدولي للصحفيين والاتحاد العام للصحفيين العرب، والتي جاءت تحت عنوان واقع الإعلام اليمني بعد الانقلاب. المتحدثون في الندوة أدانوا الانتهاكات التي تتعرض لها حرية الرأي والتعبير في اليمن، وأدانوا تعرض الصحفيين اليمنيين منذ الانقلاب لجرائم القتل والتعذيب على يد الميليشيا الحوثية، والظروف التي دفعت بأكثر من 700 صحفي إلى مغادرة البلاد بعد أن تعرض زملاؤهم للاختطاف والإخفاء القسري والتخوين. وفي ندوة أخرى دشن التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان رصد تقريره الدوري الخاص بتجنيد الأطفال في اليمن، والذي جاء تحت عنوان أطفال اليمن من المدارس إلى المتارس. المتحدثون في الندوة كرسوا نقاشاتهم حول مضمون التقرير، وشددوا على أن ظاهرة تجنيد الأطفال تفاقمت بالتزامن مع انقلاب ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية على الشرعية الدستورية. هي قنبلة موقوتة أثارها ممتدة وستنعكس على العالم أجمع، لذلك ينبغي أن يكون هناك ضغط من قبل المجتمع الدولي أولاً لاستعادة اليمن شرعيته واستعادة الدولة اليمنية بقيادتها الشرعية، لأنه بدون سلطة للدولة على كامل أراضيها لن يكون هناك أي جهود، لن تثمر أي جهود لمحاولات منع تجنيد الأطفال. المتحدثون أكدوا أن الميليشيا الانقلابية تقوم في الأصل على العنف وتستند على المخزون البشري كوقود لعملياتها المسلحة، والأطفال هم الحلقة الأضعف لسهولة استقطابهم وممارسة الضغوط عليهم. تضع أن نسبة 43% من الأطفال المجندين ينتمون لأسر معدمة تعيش ظروف معيشية اقتصادية صعبة. جهود مستميتة من جانب معسكر الشرعية لفضح الانتهاكات في ظل اختلاط الصور عن حقيقة ما يجري في اليمن، اختلاط يصل حد التشويش الذي يدفع البعض لحرف الاهتمام نحو زاوية واحدة من زوايا الحرب الدائرة في البلاد.